يقول كعائشة والزبير وطلحة اقرأ اقرأ مولانا. جزاك الله خيرا. هسه بينك وبين الله لو السيد الحيدري كان يقول بأنه خروج معاوية محاربة معاوية لعلي في صفين لا يدل على أنه ماذا منافق. ايش كان يسوون مولانا؟ يقول ومعاوية وأشباههم، بعد واضح أشباههم، السيد الخوي قال الأشباه منه. لا يكفي أن نقول أنهم غصبوا، إذا هم ماذا؟ نواصب. لا بد أن نعرف الدافع لذلك. إذا كان الدافع دافعا دينيا فيدل على ماذا؟ على النص. أما إذا كان الدافع دافعا شنو؟ دنيويا سياسيا لأجل هذه الدنيا، هذا يدل أو لا؟ نعم هؤلاء كذا كذا، سميهم ما تشاء، ولكن يدل على النص أو لا يدل على النص؟ هذا هذه سيد الخوي مولانا، ها هذا من يدافع عن الخليفه الاول والثاني، هذا مصاير وهابي وانتم ما تدرون مولانا. ولكنه ماذا نفعل للجهل الحاكم او للكتمان الحاكم؟ انا ماذا اقول؟ هذا الراي صحيح، ارجع واقول لست بصدد التاييد او ماذا النفي، له مقام اخر، ولكن انا بصدد ان ابين ان اعلام علماء الاماميه المعاصرين بعضهم كانت له هذه الجراه، بل اكثر من ذلك. تعال معنا اعزائي لسيد الامام قدس الله نفسه. السيد الامام عزائي في موسوعه الامام الخميني رقم 10 كتاب الطهاره المجلد الثالث تاليف الامام الخميني اعزائي، تعالوا معه الشيعه الجزء الثالث صفحه 126، انظر ماذا يقول. ومن الغريب ما عن سيدنا الاستاذ، بعد انت تصور ان القضيه بعد ايش قد خطيره، بعد السيد القمي تحمل او لم يتحمل، يصف قول السيد الخوي بانه ما هو غريب، واقعا غريب، لا يجرؤ احد على ان يقول هذا الكلام. التفت ماذا يقول، على ما في التقرير ومن هنا يحكم بإسلام الأولين، من؟ ها؟ أبو بكر وعمر، الخليفة الأول والخليفة الثاني، بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين إسلاما ظاهريا. إلى هنا قد تقول علماء آخرين يقولون أن هؤلاء كانوا يتشاهدون شهادتين وماذا؟ لهم إسلام ظاهري. لا لا لا، المهم هاي الجملة، لعدم نصبهم عداوة لأهل البيت. التهديد بحرق البيت هذا مو عداوة؟ يقول هذا الفعل بحسب ظاهره لا يدل على ماذا؟ على العداوة لأهل البيت. أنا ما أريد أقول هؤلاء ليسوا أعداء، إذا دل دليل آخر فليدل ماذا؟ هذا العمل لا يدل، الغصب في نفسه ماذا؟ لا يدل. سيدنا شلون يصير آخر لا يدل على ذلك؟ التفت جيدا. قال وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة. يقول لم يغصبوا لأنهم يريدون أن يتدينوا ببغض علي، بل غصبوا لأنهم يريدون ماذا؟ أن يكونوا زعماء. إذا لا يكفي، خلي ذهنكم يمي، لا يكفي أن نقول أنهم غصبوا، إذا هم ماذا؟ نواصب. لا بد أن نعرف الدافع لذلك. إذا كان الدافع دافعا دينيا فيدل على ماذا؟ على النصب. أما إذا كان الدافع دافعا شنو؟ دنيويا سياسيا لأجل هذه الدنيا، هذا يدل أو لا؟ نعم هؤلاء كذا كذا، سميهم ما تشاء، ولكن يدل على النصب أو لا يدل على النصب؟ هذه سيد الخوي مولانا، ها هذا من يدافع عن الخليفة الأول والثاني، هذا مصاير وهابي وأنتم ما تدرون مولانا. ولكنه ماذا نفعل للجهل الحاكم او للكتمان الحاكم؟ انا ما اريد اقول هذا الراي صحيح، ارجع واقول لست بصدد التاييد او ماذا النفي، له مقام اخر، ولكن انا بصدد ان ابين ان اعلام علماء الاماميه المعاصرين بعضهم كانت له هذه الجراه، بل اكثر من ذلك. تعال معنا اعزائي لسيد الامام قدس الله نفسه. السيد الامام اعزائي في موسوعه الامام الخميني رقم 10 كتاب الطهاره المجلد الثالث تاليف الامام خميني أعزائي، تعالوا معنا إلى صفحة 482. يقول وأما فلا دليل على نجاستهم وإن كانوا أشد عذابا من الكفار. هذا بحث أشد عذابا من الكفار مرتبط بالبحث الأخرى، لعل إنسان شيعي أشد عذابا ممن؟ من اليهود. ماكو مشكلة، هذا ما عندنا مشكلة، يعني إذا بمجرد صير شيعي يعني أقل ثواب عذابا؟ لا أبدا، لم يثبت. نعم فيما يرتبط بالخلود له بحث آخر. جيد. فلو خرج، التفت جيدا، مو الخليفة الأول، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين، منو خرج على أمير المؤمنين؟ منو قولوا؟ معاوية. أحسنت، القضية بعد سيد الإمام وين وداها؟ إحنا كنا واقفين، سيد الخوي واقف عند أبو بكر وعمر، السيد الإمام وين دي يروح؟ يقول فلو خرج على سلطان على أمير المؤمنين لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك، يعني شنو؟ للدنيا أو غرض آخر. أنتوا اقرأون منو مولانا؟ ها؟ إذا خروج
عائشة على أمير المؤمنين دال على نصبها عند السيد الإمام أو لا يدل؟ يقول إذا ثبت أنها خرجت لأنها لأجل الدين وأنه كانت تعتقد بكفر أمير المؤمنين. نعم، هي شنو؟ معادية لأمير المؤمنين. تقول لي سيدنا يعني ماكو دليل؟ أقول لا، أنا دا أتكلم نفس الخروج، وإلا قد يكون هناك أدلة. ماذا؟ أدلة أخرى. التفت، يقول كعائشة والزبير وطلحة اقرأ اقرأ مولانا. جزاك الله خيرا. هسه بينك وبين الله، لو سيد الحيدري كان يقول بأنه خروج معاوية، محاربة معاوية لعلي في صفين، لا يدل على أنه ماذا؟ منافق. إيش يعني يسوون مولانا؟